بداية العمل بأي عمر بلشت البزنس؟ بلشت بعمر 12 سنة. تقريبا ب 2009 اجت الفكرة، وبعدين نحن بلشنا نطور ونشوف نلاقي الحل. يعني بين سهر وبين سفر وبين مصاريف يعني. بلشنا بعدة مجالات نحن من وإلى وصلنا لفكرة تصليح السسبنشن. سافرت ورحت وجيت وجربنا تجارب كبيرة لبداية فكرة انه نقدر نسوق المنتج. يعني بعد التصنيع كان عندي اكبر مشكلة انه هي انا كيف اسوق المنتج، ما حدا بيقبل يشتري منك سسبنشن مصلح لحد التصليح. الجراجات، انا الجراجات بتاخذ مني، حتى جراجات بالامارات كلها طبعا، جراجات في السعودية. الحمد لله انا بحكيك هلا عن شيء انا معروف. أهلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم ضد الاتحاد. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال دعونا نرحب بالمستر محمد شماع، صاحب مجموعة شركات الكوثر لصيانة السيارات. نعم. في البداية أسعد الله أوقاتك مستر محمد. الله يسلمك. أيضاً في البداية خلينا نخبر السادة المشاهدين بحضرتك، مين بيكون أستاذ محمد الشماع؟ محمد شماع من سوريا. نعم. شبه مواليد الإمارات. الأساس الوالد إجا لهون البلد. بأي سنة؟ من السبعينات تقريباً. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. انخلقت هون ولا بسوريا؟ لا بسوريا انا. جينا نحن والاهل. والوالد كان مبلش ببزنس وغيرنا يعني من مجال لمجال. جميل. هلا كانت بدايتك كموظف ولا كصائي كمستثمر كصاحب شركه؟ لا مستثمر، بلش الوالد مستثمر. نعم حلو كثير. وانت دربت اكيد عند الوالد؟ نعم. قبل بدايتك؟ نعم. وأخذت أكيد واكتسبت الخبرة الكافية لتكون شركة الكوثر، فخبرنا وخلينا نخبر السادة المشاهدين عن شركة الكوثر وشو الخدمات اللي بتقدمها الشركة. شركة الكوثر عبارة عن إلكتروميكانيك سيارات زائد بروغرامينج. وعنا موضوع سسبنشن السيارات. جميل. اللي هو مساعد السيارات الهيدروليكية. في منا نظام هيدروليك، في منا نظام هواء. حلو كتير. نحن بنصنع السسبنشن عندنا، بنعمل له إعادة تصنيع. وفي عندنا ضمانات، في عندنا جودة عالية. في عندنا منافسين بالسوق طبعاً، بس بدك تقولي نحن اللي بلشنا في الموضوع. حلو. أكيد يعني طبعاً هذا الشيء اللي ميز شركة الكوثر. نعم. وأكيد أيضاً بدنا نخبر سادة المشاهدين عن السيارات اللي بتشتغلوا فيها. شو هي السيارات؟ سيارات الألمانية بأجمع، البريطانية، الإيطالية والأمريكية. جميل جداً. وأكيد أستاذ محمد، كل شخص له أهداف وطموحات في عمله بحياته، فلشو بتهدف؟ أكيد مجموعة الكوثر هي كأنها شركتين. نحن من تقريبا بدك تقولي انه هدفنا انه نوصل لاحسن مستوى. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. دائما بنحاول نطور في التصنيع عندنا، في الخدمه، في الضمانات. حلو. اهم شيء باي شغل طبعا الضمانات والصدق والامان. اكيد الزبون ياخذ حقه بالشغل. صحيح. هل انه بتطمح يكون في مصداقيه بالشغل؟ اهم شيء. صحيح. هل انه بتطمح انك تفتح مثلا فروع اخرى يعني غير الشارقه مثلا؟ والله نحن عندنا بالشارقه فرعين. حلو.
عندنا هون بالصناعية الخامسة، وفي عندي فرع الثاني بالصناعية الثلاثة. حاليا بالوقت الحالي ما عندي اي فكرة انه نفتح فرع ثالث، ممكن انه هون بس بالمستقبل ممكن ان شاء الله يا رب. في عندي بالصجعة اراضي عملناها يعني ستورات، حلو، ممكن ننقل كمان بالشارقة يعني، حلو، نعمل فرع جديد هنيك. دولة الإمارات رائدة بالاستثمار، وأكيد كل شخص أو كحضرتك مستر محمد وكوالدك جيتوا لهون مستثمرين في دولة الإمارات، فخبرنا شوي عن الاستثمار وكيف لقيت الاستثمار وكيف بتشجع المستثمرين من خارج دولة الإمارات إنهم يجوا لهون ويستثمروا مثل حضرتك. بصراحة الاستثمار هون شغلة كتير حلوة، يعني أنا بفضل إنه الواحد يجي على الإمارات لأنه بياخد حقه. قد ما كان أي نوع مجال راح يكون فيه إفادة، صحيح، غير هيك التسهيلات الموجودة صحيح. حتى لو بلش ببزنس صغير بس أكيد راح يكون فيه فايدة، صحيح، بس بده الواحد يكون صبور، صحيح، وبده يسعى، صحيح، هذا أهم شيء كأنه اسعى يا عبدي أنا بس نعم. فهذا شيء طبعا في أي مكان، بأي مكان وبأي مجال. ما ننسى انه اكسبو 2020 اللي جايه، فان شاء الله بيعمل خير على دوله الامارات يا ربي. وايضا بدنا نحكي شوي عن نعمه الامن والامان في دوله الامارات. بصراحه هي اكبر نعمه نحن عايشين فيها هون، صحيح. نعمه الامن والامان، والله يخلي شيوخ الامارات وحكامها على هالنعمه اللي اعطونا اياها. امين يا ربي، الله يديم الامن والامان على الشعب وحكام دوله الامارات. امين. ايضا في نهايه برنامجنا بدنا تخبرنا عن اللوكيشن للكوثر. الكوثر هو موجود الفرع الاول بالصناعيه الخامسه، مقابل بنك الشرق الاسلامي. والفرع الثاني بالصناعيه الثالثه. نعم. واكيد اعزائي المشاهدين حتلاقوا اللوكيشن ارقام التليفونات والويب سايت والايميلات في اسفل الشاشه، انتظرونا. واكيد مستر محمد في نهايه برنامجنا دائما وابدا بنوجه رساله شكر للشيوخ وحكام دوله الامارات. تفضل. نتشكر حكام الامارات والشيوخة علامه الامن والامان اللي عايشين فيها نحن، اللي ما بتلاقيها باي مكان. متشكر الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. ندعي له بالخير إن شاء الله. الله يرحمه. أكيد مستر محمد من خلال قناتنا السامية سما الخليج نوجه لك أيضا رسالة شكر على الاستضافة. شكرا لك. شكرا لك.